ففي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن الأرض ويرضى عنه ساكن السماء، ويقسم المال صحاحا. قيل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله حتى ينادي، يعني المهدي، حتى ينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فلا يقوم أحد من الناس إلا رجل، فيقول له: ائت السدان، يعني الخازن، وقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيأتي فيقول له: احثوا، يعني احث من هذا المال، حتى إذا أحجره وأبرزه ندم هذا الرجل، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا يقبل منه، ويقال له: إنا لا نقبل شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. فدل هذا على أنه بعد المهدي يظهر الشر